متكامله. اللي انا عايز اقول لكم حاجه، احنا لعبنا فوكس تيف هنا في اول هاف تايم، وقدرنا نوصل لفوكس تيف زي ما احنا عايزين، وقدرنا نروح وقدرنا نهدد، وكانت فرقه قويه علينا جدا وبجميع الامكانيات اللي طب موجوده. معلش جاي لي رساله من عزيز عليا جدا طبعا كابتن خالد بيومي، في بيقول لي لا اللي لعب الماتش اللي هناك ما كانش كان ايهاب المباركي. ده تحيه طبعا الاول سعد على الواحده الاول. مساء الفل يا كابتن خالد. مساء الفل. لا انت معاك، انت انا ما ادورش يعني، انا ممكن اكبر مع اي حد في الا الارقام والذاكره. ان انت يا خالد مساء الفل حبيبي يا خالد. حد عايز يقول حاجه؟ هل لديك اقوال اخرى؟ تحياتي لخالد بيومي. هل لديك اقوال اخرى؟ توفيق ان شاء الله. طيب